مرحبا بكم على قناة لطيف يحيى في اليوتيوب. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. المتهم مزبان خضر هادي، أنت متهم بارتكاب جرائم القتل العمد، جريمة ضد الإنسانية، استنادا لأحكام الفقرة ألف البند أولا واحد من المادة 12 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 المعدل، وكذلك متهم بارتكاب جرائم الاعتقال والتعذيب والاضطهاد بحق السكان المدنيين، حيث أنت سمعت ما جاء بأقوال المشتكين والشهود الذين استمعت إليهم المحكمة، حيث وما تعرضوا إليه ذويهم من جرائم قتل، وكذلك وما تعرضوا إليه المشتكين والشهود من اعتقال وتعذيب واضطهاد. وكما سمعت ايضا الوثائق التي قامت المحكمة بعرضها وتلاوتها والتي تضمنت هذا المعنى، وحيث انك تقلدت مناصب عديدة في النظام السابق الذي قام بارتكاب هذه الجرائم، افدنا واجبنا عن ذلك مفصلا. اقرا فاتش القاضي. ايه اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، صدق الله العظيم. السيد رئيس الهيئة الجنائية الرابعة المحترم، السادة القضاة المحترمون، السيد مدعي العام، السلام عليكم. أبين للمحكمة المحترمة بأني ولله الحمد والشكر قد نشأت في أسرة علوية واضحة النسب تخشى الله وتحافظ على أصولها الشريفة، وتعلم إن الله حق وعلى البشر طاعته وعبادته، فكنت دائما محافظا على ديني، مؤمنا بأن السلوك الإنساني القيم هو جزء من الدين القيم، وعن على البشر الاستقامة في تصرفاتهم وسلوكهم، وآيات القرآن تربط بين الإيمان وبين عمل الصالحات، وقد قال رب العزة في محكم كتابه الجليل الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. السادة القضاة، قد عبرت خلال سنوات عمري عن الإيمان المطلق بأن الإنسانية قيمة عليا يتوجب المتهم احترامها المتهم والمحافظة مزبان عليها. المتهم مزبان، ادخل بمناقشة الأدلة وهاي المبادئ احتفظ بها لنفسك. ادخل بمناقشة الأدلة وهاي المبادئ احتفظ بها لنفسك. لا لا، هذا هاي للمحكمة. لا، تعرف المحكمة كل شيء. لا، ما هاي المحكمة حتى محكمة ما تعلمت انت من كنت تذبحون بالناس؟ من كنت تذبحون بالناس؟ خلصت كملت. حيث كنت اخا كبيرا، حيث كنت وحيث في رعاية المواطنين الله والحاضرين والتعامل معهم يشهد الله والحاضرين بما يرضى. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.